أنا في ذيك الليلة لين يوفر كرم الضيف. الكريم دائما معه. يا سلام، احنا حصلنا موقف في رحلتنا الوكند هذا الماضي. أيه. كنت في الإمارات. نعم. وهذا موقف عجيب يا جماعة الخير. موقف أنا بغيت تسمونه رزق، تيسير، حسن نية، كرم، سموه لأن صاحبه يستاهل. نعم. وغالي جدا. نعم. وتعرفنا عليه في ذاك الموقف. يا أخي موقف فعلا نموذج بسيط من أن الرزق إذا أراده الله جاك. يا سلام. حتى لو كان شيء بسيط، لكن هو الوقت عند رب العالمين. رحنا الإمارات لأجل لزوم واحدة من الشباب عنده هناك موعد. نعم. زراعة شعر، ورحنا معه نرافقه وكذا. أثناء راحتنا نبغى نتقهوى ونستانس، فرح نتقهوى في أحد الكافيهات. إلا والله ذاك الكافي ما شاء الله مرتب جميل رائع، استقبال الزين والترتيب والقهوة الزينة. كافي ذولي عند الكافي عندهم شيء ملفت. أبو كيسان. أبو كيسان. تسمح لي أكشف الأوراق؟ يكشف. والله يا رب اللي يكشفها. تسمح لي خليني أطلع الرسالة. يا دامك تكلم. الله لا يكشف. أنا بكشف الأوراق، اسمحوا لي يا جماعة. يا ابن عمي. يا ابن عمي. لا 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 لا. أنت كان سكت خلتني كمل. عشان بتشوف. أنت على نفسك. أنا بجعت يا رجال. بخليك قصة عامة بس هو تكلم. اسمع، ربيع يوم شافني أصور في الكافي هذا، احنا اليوم رحنا الامارات وحنا مقاولين هالكف لانه والله يستاهل يا اخي. كل الحلا ما شاء الله عندهم والقهوه عندهم ما شاء الله. فرحنا طال عمرك وعجبنا في عندها الكاس، يوم تصب الكاس شكله صغير كذا جميل. ارسل لي ربيع، اسمع رسالته، اسمع حتى يقول بتهديد بعد. تكفى ابن عمي الكاس يسرقه يا ولد، يسرقه يا ابن عمي، لا تجيني. يعني يقول يا ولد لا كان تسرقه يا سعد بجيبه. شوف كان ناوي ما يخلينا نجي البرنامج. تلقاني ممسوك هناك بزرق ولا حول ولا قوه الا بالله. تعلم اللي سرق الجام اللي يتعلم الموضوع. طال عمرك صار شغلنا الشاغل هذا الكاس، كل ما نجد الكافي نعايد الكاس. فقلنا بنحاول مع اصحاب المحل ان ناخذ الكاس هديه. والله ان عيال اللي معي مهتمين للربيع اكثر مني، يقول يا ولد دام نفسه ابو محمد فيه والله ان شاء الله ما يرجع السعوديه. انت وش اللي يعجبك ذا الكاس؟ يا اخوي شكله، يا اخوي لو انت شايف ذاك الكاس رهيب شكله جميل جدا. بالله ان كان عاد السنابات عندك ابوري. المهم ماكم في الطويله، حاولنا فيهم اول يوم. نعم. جيت انا عند المشرف عليهم قلت يا الربع الكاس هذا طالبه مني واحد غالي، يا سلام، ولا بد اني ارجع السعوديه فيه، فاعطوني اي طريقه اخذ الكاس معي اشتريه منكم، دلوني على المحل نروح نشتري منه. منا قالوا والله ما نقدر. جيناهم ثاني يوم، سر النجاح العظيم، منا عايدين عليهم نفس الكلام، يا الربع نحاول فيهم، قالوا ما في والله ما نقدر. اول شيء هذا ما عنده اداره، وبعدين ما نقدر نوصل اللي اشتراه ولا نعرف المحل. انا بركه الرجال اللي طالب الكاس. الا يا ولد يوم جاء في خاطر الربع انه لازم ذا الكاس نجيبه الربيع. اخر يوم خلص خوينا موعده في الليل، قلنا يا ولد نبغى نونسه، بنوديه ذا الكافي لازم يستانس قهويه وكذا، بنروح المطار بعدها. رحلتنا على الساعه 3 تقريبا، فرحنا الكافي على الساعه 10 تقريبا ونتقهوى ونعيم الله خير. ولا خوينا اللي معنا ابو سلطان الله يذكره بالخير يعاين في الكاس، يا ابو محمد انا كيف اجيب ذا الربيع؟ يا ولد كيف اجيب؟ اي والله العظيم يا رجل إن كان واصل بالمحاوله ذي، والله كان العظيم انه يعايب الكاس وخلاص. قلت قهوينا خلصنا، هو ويدعيه مره ثالثه، يا ولد الله يرحم والديك يا اخو، نبي واحد بس نشتريه منكم المبلغ اللي تبونه. قعد والله العظيم الامر ما بعندي. المهم شوي احنا اثناء الحديث ذا الا في رجال جاء اماراتي لابس ثوب اماراتي، جاء طال عمرك وجلس جنبنا. السلام عليكم، كيف الحال؟ طيبين؟ الحمد لله على السلامة. وجعلك ما تشوف شر، يقصد رفيق خوينا اللي مسوين الزراعة. حنا على أنه من الناس اللي يجون المحل. ما شاء الله وين الزراعة فيه؟ وين زرعت في تركيا ولا زرعت وين؟ قلنا لا والله أهنا، أنت من سكان دبي؟ قال لا أنا في أبو ظبي وأجي دبي عشان المحل ذا، المحل هذا لي. جاب الله قال المحل ذا لي. والله يا رجل كنا الكافي ذا لك انت؟ قال الله الله انت راعي؟ قال الله الله انا راعي. لا وجهه لا اله انا وين اروح؟ لا اله الا الله. يا ولد انت لفت على بعض ونايم بالكاس على طول. كيف يا ولد انا في كيف تفتحون الموضوع؟ كيف اقول له الحين انا؟ المهم واقول له يا ولد العلم كذا. المهم قبل ما نقول له الرجال قال انتم ضيوفنا من السعوديه والرجال مسوين عمليه والله العظيم ينزل لكم قهوه، ينزلنا ابريق
لقينا قهوه اقول في خاطري ماني من الفريق متقاومين معين الخير نبي قهوه ونزلنا ملح على جرب يطول عمره ابو راشد ان كان ما ضاع الاسم هو والله ما يبينا نقول اسمه جرب يطول عمره يكثر خيره المهم طال عمرك ما لكم في الطويله جلسنا مع الرجال وسولفنا ثم انا ما عاد قدرت خلاص قلت مو لا يمكن ان هذه فرصه لا نترك انا هذه فرصه قلت يا اخوي محلك كل ما فيه جميل وانا والله صادق لا استقبال العاملين اللي فيه قال انا اوصيهم ولا وظف اي واحد الا بعد توصيه وبعد مقابله ونشوفه ونجربه والحل اللي عندنا نصلحه فوق والقهوه نهتم فيها للرجال فعلا الرجال له موقف مع والديه بره في والدته موقف عظيم سولفنا معه اعطانا قصه حياته يا سلام يقول بعد ما وقفت مع امي فتره 10 سنوات في مرض السرطان بعد ما توفت ربي فتح لي رزق توظفت وعينت الكافي وتاجرت ورحت والحمد لله فما مداني طال عمرك اقول له كل ما في محلك جميل ورائع لكن الفتني هذا الكاس واشغلني فيه واحد من العيال غالي جدا يقول ما انت بطاب السعوديه الا هو معك وحنا لنا 3 أيام نيجي نكلم الربع وانا سولف كذا نجي نكلم المشرفين التفت للرجال ما هو بجنبي قام وراح ودخل داخل الكافي تلفت على بعض خذ لها شوي ويرجع له طال عمرك جايب له ذيك الكيسه شلها في ايده له جايب له كوب كبير قال طال عمرك الكيسه اللي انت بيها عن ذي تبي واحد اعطاكم اياها تبي واحد قال قال جبت لك 5 كراتين الله يقول يا رجل ما علمت طول ما رجعت يا رجل يقول والله يا ربي انا 5 كراتين الكرتون الواحد فيه 6 حبات بيض الله وجهه سامي بن عمي بيض الله وجهه وهذه لا سرقه ولا شيء جات من راعي المحل الله يكثر خيره بيض الله وجهه شوف يا ربيع بالله طلع الصوتيه خلينا نشوف طلع الكوب طلع الكوب بالله 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 يجيب لي الكلوز هنا بالله قرب 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 على الكاس شوف الكاس اللي جعلني يعني اجبر سعد على 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 المحاولات كلها خليك كما كنت عجيب خلينا نشوف حتى مشاهدينا الاعزاء هل هم سبحان الله يشوفون ان الكوب هذا يستاهل الموضوع هذا كله والحرص لانه صراحه على ما يقولون وذف وجميل نعم وذف وذف له 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 بياله والله دقيقه خلني اجيب لك هنا طالع علشان نشوف الله 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 العظيم صلوا على النبي يا رجال هو 6 حبات صحيح 6 حبات سم اعطاني منه 5 كراتين جبت لك كرتون الهدية ما ردها النبي صلى الله عليه وسلم سم بيض الله وجهك خلني أعاين فيها هذا الحين لا هذا الحين فنجان قهوة ولا يا ولد لا تنشدني بيض الله وجهك وجمل الله حالك والله بعد هو ولا أنت أعطانا طال عمرك أعطانا 5 كراتين من ذا كرتون نعم. واحد فيه 6 حبات بيض الله وجهك أعطاني كوب قهوة خاص مثل مثل ما العمدة عنده اشداد خاص فانا اعطاني كوب قهوة من الامارات جاي بجيب ان شاء الله الاسبوع الجاي اشكرك تميز به يا ابن عمي فتحياتنا والله لاهل الامارات جميعا وللغالي الله يبارك له ويرزقه من واسع فضله والكافي اعتقد والله العالم كان ما يعني خانتي ذاكرة اسمه لون بداية اسمه يا سلام فمشاهدينا الكرام هذا الكوب من انتم شايفين اللي جات عليه السالفه الحمد لله ربي رزقنا بصاحب المحل ان شاء الله ان شاء الله والنيه الربيع طيبه ان شاء الله انا رحت دبي للسير على رعد الكوب انت اجيب 6 كراتين والكريم فعلا معان لا احد يروح يطلب هذا الكوب ترى ما معطيكم ما يربيع هذا مش يصلح له هذا لنا خاص من قلت له اهل الامارات واهل الامارات اهل الكرم يستاهل طيب انا يمكن خذيت عندهم كذا شهر مسكت اداره احدى القنوات السعوديه قناه السح يا سلام يمكن عام 2013 صراحه من اجمل ايام العمر في العين في ابو ظبي يا سلام في مدينه العين فما تقول اهل الكرم ما هي بغريبه والله اللي يستاهلوا انا عيال زايد ما هو بغريبه هذا ايش يصلح لك الربيع انا اتابع سنابات لك لا منك صحيت اي حطيت طال عمرك البخور يا سلام قعدت تصور هذا يبي مكانه تني عين فيه الحين والله تني عين فيه عندي لا وانا خبرني انت احب اسمي صح ايه وابشكل ان الاسم جاء الان احنا قبل شوي كنا نسولف عن سالفه المحلق لماذا لانه فيه حلقه في خده وهذا سبحان الله العظيم زي ما انت شايف حلقه وصغيرون بعد يوم كلاه الحصان هو صغير فهذا المحلق يا رجال دخلنا اسمه الان اصدم قبل ما اطلع الفاصل اصدم قبل ما اطلع الفاصل اصدمني الرجال يقول كنت مسافر واليوم اول يوم مباشره لي في المحل بعد السفر لا اله الا الله الرزق اذا اراده ربي سبحانه جاك من راعي ولا باي سبب عجيب فاصل مشاهدينا الكرام انت قهوه وانت شهوه في المحلق ونرجع لكم ان شاء الله في المحلق يا سلام يا سلام والله يا شعور إنجاز يا أبو محمد.